اليوم وقفوا المغاربه على الحكمه اللي كان قال الحسن الثاني الله يرحمه، وهو انه البرلمان لما وصف البرلمان المغربي بانه مجرد سيرك، والحسن الثاني كان بليغ في الحكمه دياله. الدليل على ذلك هو انه الان في هذه الولايه التشريعيه الحاليه دازت 3 شهور ولم يصدر ولا نص تشريعي على البرلمان، علما ان شرط الوجود ديال البرلمان لا في المغرب ولا خارج المغرب هو انتاج النصوص التشريعيه لتجويد عيش الناس وتحسين الحياه اليوميه ديالهم الاداريه التجاريه الاقتصاديه الماليه الى اخره. الى حيدنا القانون المالي اللي هو نص تشريعي ملزم حتى لا تتعرض الدوله والاداره الى الشلل، لا نجد الحصيله الا صفر ديال النصوص التشريعيه. والخطير في الامر هو انه اذا كانت الوظيفه ديال التشريع مجمده في البرلمان، كاينه واحد الماكينه الوظيفه ديالها ما غير مجمده، الزيت فيها كيدور، الا وهي الماكينه ديال التعويض وتصرف التعويضات ديال هاد البرلمانيين سواء في الغرفه الاولى ولا في الغرفه الثانيه. حنا تنعرفوا بانه يعني هاد الغرفه الاولى كتقام علينا حنا كمغاربه في الشهر في التعويضات اللي كنعطيو النواب مليار و300 مليون ديال السنتيم، والغرفه الثانيه كتقام علينا تقريبا حنا كمغاربه بواحد 385 مليون ديال السنتيم كتعويضات اللي كنعطيوها للمستشارين. اذا بجوج يعني هاد الغرف تيتقاموا علينا تقريبا يعني في هاد 3 شهور ب 5 مليار و250 مليون ديال 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 السنتيم. ولا زدنا عليهم واحد المؤسسه دستوريه اللي هي معنيه بالتشريع الا وهي الحكومه اللي هي معطله هاد الوظيفه، تلقوا بان الحكومه كتقام علينا تقريبا واحد 200 مليون كتعوض اللي كتعطى ياخذوا الوزراء يعني في هاد 3 شهور واحد 600 مليون، ولا زدنا على التعويض ديال البرلمان بغرفته يعني كنطيحوا في واحد 6 مليار اللي المغاربه كبوها الماء في الرمله مشات اليوم بدون ان يحصلوا على اي نص تشريعي. والخطير في الامر هو انه هذا البرلمان او هذا السيرك عوض ان ينتج التشريع لم ينتج لنا الا الحلقه، ها برلماني يتكلم على لغه قريش، هشا مشا بشا كشا، ها برلماني كيجيبوا لي ورقه مشكله وما تيعرفش يقرا، ها برلماني اخر يعني ما كيعرفش يتهجى، ها برلماني اخرى تخلطوا على العرب ما كتعرفش لا فرنسيه لا عربيه لا دارجه الى اخره، ها برلماني يترأس الجلسه وما عرفناش واش كيترأس الجلسه في البرلمان ولا كيترأس حلقه يعني في جامع لبنان الى اخره. اذا كان الامر هكذا يعني احنا كمغاربه كنتكبدوا هذه الخساره ديال 6 مليار في هاد 3 شهور بدون ان يصدر اي نص تشريعي، من الاحسن هذيك اللافته اللي مكتوبه في البرلمان يعني في الواجهه ديال البرلمان نحيدوها ونكتبوا فيها لافته جديده اغلى واغبى سيرك في العالم.